هذا اللقاء التواصلي في إطار مع الاتحاد العام للوكالات والمهن اللي كينظم هذا اللقاء، اللي كانت غادي يكون تواصلي مع النساء المقاولات الخدمات داخل الحمامات. فالهدف ديال هذا اللقاء تيجي في إطار المجهود ديال الحكومة لتفعيلا التوجيهات السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله، وفي إطار مجهود الحكومة بالرفع من نشاط النساء من 20% إلى 30%. فوزارة التضامن الإدماج الاجتماعي والأسرة بحكم الاختصاص ديالها عملنا دراسات ولقينا باللي في الواقع النساء كتشتغل، يعني عدد كبير من النساء كتشتغل اكثر من هاد 20%، ولكن هاد النساء اللي كتشتغل هي في واحد الاطار غير مهيكل. فمن هنا قررنا واحد الاطار برنامج جسر التمكين والرياده، اننا نحددوا القطاعات اللي فيها النساء كتشتغل في اطار غير مهيكل ونديروا المواكبه ديالهم. فبالنسبه للمقاولات او النساء اللي كتشتغل كتقدم خدمات داخل الحمامات وهي في اطار غير مهيكل، غيكون المواكبه ديالهم باش كتكون التكوين ديالهم حول ايضا بياناتخ، يعني الخدمات متطورة ديال لو بياناتخ ديال اللي كتكون داخل الإطار ديال الحمامات، ولكن بواحد الجودة وبواحد المعايير. وأيضا المواكبة ديالهم في التواصل، في لي سوفت سكيلز، في اللغات، لما لا، لأن كيجيو أشخاص اللي ما تيعرفوش يتكلموا لغة مثلا أجانب، تيدخلوا الحمام ما تيعرفوش يتكلموا اللغة العربية، ما تيعرفوش. فإذا خص تكون واحد المستوى ديال التواصل باش يجلب الناس اكثر لهاد القطاعات. وهنا كتبين ان المراه غادي تساهم ماشي غير باش نساعدوها باش تخرج من القطاع الغير مهيكل للقطاع المهيكل، ولكن ايضا تطوير المقاوله بفضل تواجد النساء. هذا واحد الجانب. الجانب الثاني اللي غندخل فيه ايضا هو حول المجهود ديال الحكومه والمجهود ديال وزاره التجهيز والماء في اطار السياسه الاستراتيجيه ديال صاحب الجلاله نصره الله اللي يعني النجاعه المائيه في بلادنا. انتم كتعرفوا الظروف يعني اللي ديال ندرة المياه، فلهذا هذا القطاع هو قطاع أساسي، وغيكون أيضا تحسيس ديالهم باش يكون واحد النجاعة مائية وتحسيس ديال الناس اللي كيجيو كيستافدوا من هذه الخدمات باش ما يكونش استهلاك كثير ديال الماء. هذا اللقاء كيدخل في اللقاء التواصل اللي كيعقد الاتحاد العام للمقاولات والمهن مع المنتسبين ديالها عدة قطاعات. اليوم نعقدوا واحد اللقاء في جهة الدار البيضاء، مدينة الدار البيضاء، مع السيدة الوزيرة وصيه الاسره والتضامن فيما يخص الشغيله ديال الحمامات. هذا القطاع هذا اللي عانى كثيرا خلال جائحه كورونا، اليوم جايه معنا السيده الوزيره باش تشرح لهم بعض المنتوجات وتاثرهم ونواكبوا هاد الناس هادو، حيت كيخدموا في القطاع غير مهيكل. الناس كتخلصهم ارباب الحمامات ما كيخلصهمش، كيخلصهم ديك الزبون كيقولوا تخلص منه، الا ما خلصوش ديك الزبون ما خلصهاش ما عندهاش منين غادي تجيب هذاك المدخول ديالها. لهذا اليوم كنعقدوا معهم واحد اللقاء. كاين واحد المنتوج اللي منتوجات اللي جابهم الوزاره الوصيه على الاسره والتضامن، وغادي تشرح لهم حنا كنقابه حنا هنا باش نواكبوا ونأثروا هاد النوع ولا هاد الصنف من القطاعات ديالنا ولا المقاولات. الحاجة أخرى، هاد الناس هادو كندفعوهم حنا كاتحاد العام، كنطلبوا منهم باش يندمجوا ويدخلوا من القطاع غير مهيكل يدخلوا القطاع المهيكل في ديك المنتوج ديال المقاول الذاتي. هذا مهم، السيد الوزير غادي تشرح لهم إما المقاول الذاتي ولا التعاونيات، وهذا مهم. هذا لهذا هذا النهار هذا جينا عقدنا هذا اللقاء معاهم. طبيب إلا مرضتي ما كاينش اللي غادي يواسيك، ما كاينش. إلا مرضتي لقيتي مرض ما كاينش تنطلب من بعض منك تلتفت.